مشاهدينا، حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور محمد عضية، أخصائي جراحة العظام والمفاصل. دكتور مساء الخير، أهلا وسهلا بك معنا. إذا كيف يمكن تلافي مخاطر الإصابة بألام في العمود الفقري والرقبة من خلال الجلوس أمام مواقع التواصل الاجتماعي سواء كان عبر شاشات الكمبيوتر أو الهواتف المحمولة؟ أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. طبعا الكلام ده مظبوط، لان الجلوس لفترات طويله قدام على المكتب وخصوصا قدام شاشات الكمبيوتر بيؤدي الى ضعف في العضلات. ضعف العضلات ده على المدى الطويل بيعمل اجهاد وبيؤدي الى شد عضلي. الشد العضلي بيؤدي الى زياده الحمل على الفقرات وعلى الغضاريف بتاعت الرقبه واسفل الظهر كمان، في الرقبه بس، يعني على الرقبه وعلى اسفل الظهر. فزياده الحمل على الفقرات على المدى الطويل هو ده بيبقى النواه الاساسيه لحدوث خشونه في المفاصل بتاعه الفقرات مع احتمالات حدوث لا قدر الله طبعا انزلاق غضروف. نعم، طيب اي الفئات العمريه الاكثر تاثرا دكتور؟ هل هم الاطفال، كبار السن مثلا، النساء، الرجال، ام سواسيه؟ الشد في العضلات ده بيحصل في كل الاعمار، هو الموضوع ليه علاقه اكثر بازاي احنا بنقعد على المكتب، الفترات اللي احنا بنتعرض فيها للقعده قدام الكمبيوتر، اللي بالنسبه للاطفال طبعا الفترات اللي بيستخدموا فيها التليفونات المحموله والايباد والكلام ده كله. لازم نقعد بطريقه مظبوطه، لازم قعدتنا يبقى ليها شكل معين عشان الفقرات ما تتاثرش، لازم كل فتره ما نفضلش قاعدين 6 7 ساعات متواصل، لازم نقوم نتمشى كل ساعتين 5 دقائق او 10 دقائق. واهم حاجه في الموضوع ده كله هي التمرينات الرياضيه. نعم، الحاجه الوحيده اللي بتمنع حدوث اي مشاكل في الفقرات العنقيه او الفقرات القطنيه هي التمرينات الرياضيه. دكتور ذكرت انه الجلوس المضبوط كما اسميت حضرتك مهم لتلافي الالام في العمود الفقري والرقبه، ماذا تقصد بالجلوس المضبوط؟ هل هو ان يجلس الشخص منتصب الظهر والقامه ام كيف يمكن كما نشاهد في الصوره الظاهره الان على الشاشه امامنا مثلا؟ مظبوط يا فندم، لازم لما نقعد رقبتنا تبقى مستقيمه، الشاشه بتاعت الكمبيوتر لا تبقى عاليه تخليني ابص لها لفوق واقعد رقبتي لفوق، ولا تبقى واطيه تخليني ابص لها لتحت. المفروض وانا قاعد ورقبتي مستقيمه يبقى على مستوى نظري اكون شايف الشاشه قدامي، وفي نفس الوقت الظهر لازم يكون 90 درجه، مفصل الحوض يكون من 90 ل 100 درجه، مفصل الركبه نفس القصه من 90 ل 100 درجه. فلازم القعده تبقى بالشكل ده، لكن لما نقعد ظهرنا معوج او نقعد خصوصا بالنسبه للتليفونات المحموله او الايباد او اللابتوب لما بنبص له لتحت لفترات طويله 6 7 ساعات ده بيؤدي الى اجهاد جامد جدا للعضله، والاجهاد ده هو اللي بيؤدي الى الشد العضلي وخصومه الفقرات. طيب بعيدا عن المكاتب، هناك داخل المنزل من يفضل الاستلقاء مثلا سواء كان على الفراش أم على الأريكة، يشاهد الآيباد، الهواتف المحمولة، هل تنصح بذلك دكتور أم لا؟ هذه ممكن أن تجلب الآلام إلى المفاصل خاصة الرقبة، ونحن نتحدث عن العمود الفقري أيضا. القعدة بشكل منحني لفترة طويلة تؤدي إلى آلام للمفاصل. ان احنا نمسك التليفون المحمول او الايباد ونثني رقبتنا لتحت لفترات طويله برضه هيؤدي الى نفس الشيء. لو هنستخدم تليفون او هنستخدم ايباد لازم نرفعه قدام وشنا قدام عينينا، ما نبطلوش لتحت. ومش المفروض ان احنا نستخدم الحاجات دي الا عند الحاجه. نعم. استخدامها المفرط لعدد ساعات طويل ومع وجود انحناء في الرقبه. نعم دكتور. انحناء في الظهر بيأثر طبعا. شكرا جزيلا على كل هذه النصائح، حدثنا عبر الهاتف الدكتور محمد عطية، أخصائي جراحة العظام والمفاصل.